لهلا لوين اخذتيهم؟ لمين عطيتيهم؟ احكي بسرعه. شوفي شوفي عم لحالك ما بتعرفي يعني. بريئه يا حرام. يا حراميه مو يا حرام. وين انا حارم؟ انا حراميه؟ انا محارم. المحارم المحارم اللي قضيت الليالي وانا عم طرز فيها، المحارم اللي بكل غزه تبره كنت اتمنى وادعي لله انه يجي لحتى اعطيها وبسح العرف. يلك وينهم المحارم اللي رسمت علينا الفراشات؟ كنت عم حسها عم بترفرف في قلبي كل ما سمعت صوته مارق من جنب الطريق. وينه؟ شو عم تحكوا انتو؟ شو جنيتوا؟ ايه جنينا جنينا. يا حرامية لمين اعطيتيهم لمين؟ نقعتهم بعطر الريحان شهرين وانا غسلتهم بالنيل لحتى كل ما شم ريحة قلبي فيه نشفتن على ضوء القمر. يا ربي حتى يصير لونهم ليلي وما يخاف من ضوء الشمس ابدا. يعني صار لازم نبدا من اول وجديد؟ ايدي صاروا يرجفوا اللي جعت فيني بحالي لحتى غز القلوب اللي عم بتنق الدم وعيوني صاروا يتعبوا. عيوني تعبوا وما عدت سمعت صوت الفراش لحتى على الحريق. يا رب لك وينها؟ وينها؟ وينها المجرمة وينها؟ وينك يا حرامية تسهر ليالي وين؟ يا حرامية؟ وهلا هيك انكسر انفه اتعلم عليه. اذا قال انسرقت صار مسخره الضيعه. جاي مكبر راسك وعامل حالك ابو علي بارض الشتدي ما حدا قدي وانسرقت هيك عيني عينك مكسره. واذا ما قال بكون خسرت 3/4 قوته. بس الاغاي ما راح تتخلى عنه. صحيح بس ما عاد يقدر يرفع راسه ويقول انا مصطفى اغا. عرفت؟ برايك رح يسكت يعني؟ انا ما بعتقد انه رح يحاول ينكش بالضيعه ليعرف مين اللي سرقه. وبهالمحاوله رح يكره الناس فيه وبالاغاية لانه رح يخرب ويأسي. يصطفله. بدران بدي اياك تفتح عيونك 10/10. فهمت؟ فهمت. تخبرهم؟ ما بعرف. يو شلون ما بتعرف؟ لكان شلون بدنا نفتش الضيعة بيت بيت ونعرف مين اللي عمل هالعملة؟ اخ خايف يا اختي، خايف التعليمة تنزلني من عيون رجالي. وليش لحتى تنزلك؟ حرامية الليل ما بينطروا. انت اتاخدت بالليل وبالعتمة مو بالضو. لو بالضو كان الحق معك. يعني نخبرون؟ انا رأيي نخبرون. مصيبة. صار لي من الصبح وانا عم فكر مين ممكن يتجرأ يمد ايده علي ويسرق كمري. مين؟ هلأ تعال نحصره. مين بيعرف انه معك هالمصاري؟ بالضيعة ولا برات الضيعة؟ لا بالضيعة. ضيعة ما في غير انت والناطور بس. يعني هو ولا مره شافني وانا عم مد ايدي على الكمر واعطيه مصاري. بس يمكن شك لما اعطيته حق الحصان. بس هو ما شاف الكمر. لا إيه لازم ينحط تحت المراقبه. يمكن شافه شي مره وانت نايم. والمصاري اذا كان هو ما رح يقر عليه هون حتى لو حطيت السكين برقبته. بعدين تعال اقول لك، هلا نحن كم مرة حسينا إنه في حدا عم يتجسس علينا؟ نسيت؟ قمر. أي قمر ما في غيرها. بدها تعلم علي مثل ما علمت علي يوم الخيل. كبس يعني من الرجال. وليش لا تفكني إذا كانت هي؟ ليش؟
يخرب بيته، أنا اللي فكيته يشك فيه؟ لا، هاي ما كانت على البال. يسلم ويديك يا ماما. ويديك حبيبي. الله، شي بشق الروح فعلا. الريحة كتير حلوة. تعرف يا أمي، يمكن بيت رسلان آغا عمتك سلمى الوحيدة اللي لسه عندها قلب. مظبوط، هي الوحيدة اللي استضافتني وعاملتني كأن أم، وهذا شغله هي وربيعة. مين ربيعة؟ ربيعة بنت عمي. بنت رسلان آغا؟ ايه. وتعرفت كمان على بيت رسلان آغا؟ هلا بتقلي كمان تعرفت على سعاد خانه؟ لا 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 أمي. كيف سمحت لنفسك تروح لعندهم؟ كيف سمحت لحالك تروح لعندهم وتشوفهم؟ هن اللي قلعوا أمك وموتوا أبوك وحرموك من كل شيء. كان لازم شوفهم وأعرفهم مشان أعيش بقية عمري مرتاح. كان لازم أعرف شو هدول الناس. وعرفتهم؟ يعني وإن شاء الله سامحتهم. أوعك تصدي إني ممكن سامحهم. كيف بدي سامحهم وهدول اللي ما خلوك تفوتي على الضيعة؟ هدول اللي موتوه لأبي، فقير وضعيف وعيونه عم تطلع فيهم وعم تتمنى انه حدا منهم يجي يزورهم، وما حدا اجا. كيف بدك يعني سامحهم؟ كيف ممكن سامحهم؟ يعني هلا ما صفي معك ولا ليرة؟ سرقوا كل شيء؟ كل شيء؟ أنا سدادة وإن شاء الله ما بينقصكم شيء. المهم هلأ نعرف مين يلي عمل هالعملة وبده يعلم على مصطفى آغا. معك حق، والله معك حق، لازم نكشفه ونمعس راسه كمان. لك هذا الآغا سيد البر، وإذا بتحبي هلأ منحرق الضيعة ونقلب عليها واطيها، بس أنت أمري آغاية. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، هيك بنخلي أهل الضيعة يشمتوا فينا، يعني ما منعود نقدر نلجمهم. خلونا نفكر منيح مين اللي تغيرت أحواله بالضيعة، خلونا نراقبهم لحتى نقدر نلقط الفاعل. ما في غيره. مين؟ أبو عبده. منله هالمصاري ليعمل أوتيل وتلفون. طولي بالك يا أخي، طولي بالك، طولي بالك. الزلمة عمل الأوتيل وجاب التلفون قبل ما ينسرق الكمر، مو أنت قلتي لي؟ معك حق. لكان بدران، بدران منله هالسيارة. ها؟ أنا اللي فكيتك يا جماعة. هلأ خلوا عيونكم مفتحة وراقبوا لي أهل الضيعة منيح. طيب شو رأيكم؟ ممكن يكون حسن ورجال رشاد رجعوا عملوها وهربوا. كل شيء وارد، بس هاي ما خطرت على بالي. لازم تراقبوا أهله منيح وتحطوا على كل بيت واحد بالليل وبالنهار، لازم تدبوا الرعب فيهم إذا كانوا. لعيونك. ما يطالها إلا رجالها، زندو بيتحدى قبالها، عند السبق خيالها، عند التحدي قبالها، عند السبق خيالها، عند التحدي. كيف بدي استرجع اللي أحكي؟ كيف؟ ضيعة كلها واللي حواليها ملكك وتحت أمرك يا أخي.